السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا هعمل صينيه بطاطس بالفراخ. مقاديرنا معانا زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا حاجه حاجه. اول حاجه اهم حاجه البصل. انا مقطعه بصل شرايح ومقطعه بصل صغير، والبصل الصغير ده انا مش عامله كتير يا جماعه، عامله حبه صغيره، وعليه رشه صغيره جدا جدا سمنه. ومعانا بهاراتنا، هتبقى معايا ملح، فلفل اسمر، شطه حبه صغيره جدا، وهو الشطه اختيار، اللي بيحب الشطه يزود. حط حبه كمون، يعني نص معلقه صغيره خالص، معلقه كبيره بهارات فراخ، وسن على طرف المعلقه حبهان، وجابريكا. فهنخلط البهارات دي كلها مع بعض. بعد كده هناخد معلقه من البهارات دي هحطها على البصل، هنا البصل الصغير. انا مش عايزه كتير لان البهارات دي كلها انا هستعملها، بس انا دي هفركهم كده وبعض. بعد كده انا الفراخ دي هغسلها كويس كل حاجه، ورش عليها سنه فلفل اسمر، يعني هتلاقوا هو اهي مثلا حبيبات فلفل اسمر. فانا بحب اتبل، يعني انا من مدرسه تتبيل الفراخ، لان انا عايزه التتبيله تخش من جوه، ماشي؟ التتبيله اللي هي جوه تحت الجلد. فانا مش عايزه كتير، انا عايزه يا دوبك بس حاجه بسيطه كده. هنا البصل اللي احنا عاملينه شرايح هننزل عليه برضو معلقه بهارات، وهنقلبها كويس. انا اهو قلبت البهارات في البصل كويس قوي. بعد كده انا هاخد البصل ده هحطه على طب ايه انت هتقولي ايه لازمته؟ طب ما انت كده كده متبله البصل من بره. البصل ده يا جماعه اهو هيتبل الفراخ من بره، لكن انا بحب اتبل من تحت الجلد. فالبصل الصغنن ده انا مش حاطه كتير، وممكن تستغنوا عن البصل اللي تحت الجلد وتحطوا بهارات بس. انا دلوقتي هسيبها تتبل كده في الثلاجه مش كتير. يعني دلوقتي انا جبت صينيه او اي حاجه او طاسه اللي انتوا تعملوا فيها، وحطيت فيها حته سمنه نص معلقه. انا مش عايزه سمنه كتير لان الفراخ فيها دهون يا جماعه. انا بس عايزه اسوي الفراخ، وانا هطلعها الاول من بصلها. انا مش هسويها، انا بس يا دوبك هديها تحميره بسيطه. انا بديها قدمه كده من كل الاتجاهات، بعد كده بنزل عليها البصل اللي كانت متبله فيه. انا مش عايزه احمر البصل اي حاجه، هو يا دوبك هيقلب. هحط عليها فصين ثوم انا مقطعهم، انت عايزين مفطور ماشي، مش عايزين ثوم اصلا ما تحطوش، روح الثوم. انا بحب طعم الثوم في الاكل يا جماعه. وبعد كده ده مش هيكون في طعمه عندي، لانه خلاص هو هيفضل مع الزيت كمان مع السمنه وكده، يعني فمش هيكون ليه طعم واضح، مش زي ما هكون حاطينه في الاخر شويه. بعد كده يا جماعه هننزل دي طماطم مبشوره، انا مش عايزه طماطم كتير، طماطم برضو انتوا لو عايزينها طماطم كتير ومع الصوص وكده زودوا براحتكم. بعد كده هحط عليها البطاطس، هحط
هنقلبها مع البصل، انا قلبتها كلها مع بعض مع البصل مع كله. بعد كده انا هحط اي حاجه انتوا حابين تحطوها، انا حاطه فلفل اكتر، فلفل احمر، فلفل اخضر عادي، بصل، حلقات بصل، باكل من فوق الوش يعني، انا مش هقلبها تاني بقى خالص. شوية طماطم، لو حابين تحطوا جزر مفيش مشكلة، الجزر برضه مفيد، بس من فوق الوش بس كده. ولو حابين انا حاطه رمل فلفل حامي عشان مش عايزاه حامي قوي، لان انا حاطه برضه مستوي الحته في الاول. انا كان متبقي بقى معايا معلقه من البهارات اللي احنا عملناها في الاول، انا عايزه ارشها على كله. انا بطلع التتبيله، انا هنزل بكوبايه ميه سخنه على التتبيله، يعني التتبيله دلوقتي هتاخد كله، هياخد منها، انا مش عايزه ميه كتير، هي كوباية مية واحدة. بعد كده انا برش حبة ملح من فوق الوش برضو عشان ننزل الملح، وانا هسيبها تغلي حبة بسيطة، وبعد كده ادخلها الفرن. وبكده خلصت وصفتنا، وباي باي.